لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. معنا شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أبي إبراهيم عبد الغفار بن إبراهيم ونور السنة. لا أطيل عليكم، فقد قضينا من وقته شيئا كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوم لسانه وأن يبارك في وقته وفي عمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى يتناول معنا كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. فليتفضل مشكورا ماجورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب مرة ثانية بإخواني أصحاب الوجوه المشرقة، طلاب العلوم الموقظة، في هذا اللقاء الثاني والمجلس المتجدد بفضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق منه في قراءة الرسالة الموقظة للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وبالأمس المنصرم قد تناولنا شيئا غير قليل من المقدمات التي تتقدم بين يدي قراءة هذه الرسالة. فاليوم إن شاء الله تعالى نواصل من حيث انتهى بنا الحديث، وذلك بارك الله فيكم في المقدمة الثانية. أدعوكم في مباراة لوري أمي كلا تدارة أطرى لكم كلا والله لهم فان نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إليني جكو لك جو أنه دورة الإمام الأوزاعي العلمية إليتي وإني المنهج الإسلامي إلوني تحت إشراف ورعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف المعروف بتنولا. أنبي الله وعليك الله سبحانه وتعالى أنبي الله سيستيا نرى نكون تيا ومشايخ تمتن باب وقبيرة مسلم أنبي الله فمسا سيتيرينا نرى من البشريات. أي الأحباب في الله، أنا إن شاء الله تعالى أبيت هنا غدا، فيكون هناك ساعات إضافية زائدة على الساعة المقررة للمادة، إما أن نجلس ثلاث ساعات أزيادة إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا الأمور ويبارك في أوقاتنا جميعا. آمين. وإياكم وبارك فيكم. وقد وصل بنا الكلام ونحن نتناول بالأمس المقدمة الثانية التي هي بيان شرف طلب الحديث والترغيب في التحلي بخيراته والتخلي عن آفاته. فانتعينا إلى قول أبي حاتم البصري رحمه الله تعالى
فمن آهنا نواصل، فنكون مستعينين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه عز وجل، طالبين المدد منه وحده، كما ورد ذلك، فنقول كما ورد ذلك عن الحافظ ابن حبان أبي حاتم البصري حيث قال: وقولنا ذلك أعيد على ماذا؟ أو إلى ماذا؟ أعيد إلى مضمون المقدمة الثانية. واضح؟ طيب. قال ابن حبان البصري رحمه الله تعالى: ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا. لماذا يا صاحب الصحيح بعد الصحيحين؟ قال: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن، لذهاب من كان يحسن هذا الشأن، وقلة اشتغال طلب العلم به. ثم علل هذا الكلام فقال: لأنهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذا وصاروا حزبين. وفي مفتتح هذا الكلام ما فيه مما يحمل العاقل على العجب من الدعاوى العريضة التي أصبنا منها من بعد المنتسبين إلى الحديث. وابن حبان رحمه الله تعالى يقرر القلة القليلة، يقرر القلة القليلة لأهل الحديث المستحقين المتحققين بالحديث في زمانه، وفي أي قرن؟ في القرن الرابع قبل الخطيب البغدادي. يقول: الذين يحسنون هذا الشأن ما موجودون، وإن وجدوا فهم قليلون، قليل ما هم، لأن أكثر الناس اشتغلوا بغير الحديث حتى انقسموا إلى حزبين. فقال قوله: من كان يحسن هذا الشأن، يعني ماذا؟ علم الحديث، كما قال الهروي: إن هذا الشأن شأن من لا شأن له إلا هذا الشأن. شوف هذا الكلام، من أراد أن يكون صاحب حديث بمعنى الكلمة، وفي نفس الأمر لا بد وأن يشغل حياته كلها مركزة على الحديث دون ما سواه. إيش معنى هذا الكلمة؟ هل هذا يعني أنه لا يستغل بعلوم القرآن وعلومه؟ هل هذا يعني أنه لا يستغل بالفقه، مسائل الحلال والحرام؟ لا، لكن تكون عنايته البالغة الغالبة عليه منصبة على ماذا؟ على الحديث ودراسته والتفهم لعلومه ولاصطلاحات أهله، حتى يكون ذلك صناعة معروفة به. واضح؟ هذا مراده من حيث الاختصار. الشاهد أنه يفيدنا في هذا المنقول أن أهل الحديث في زمانه قليل ما هم، وإذا كان في ذلك الزمان فماذا نقول في زماننا؟ وإلى ربنا المستكى من كثرة المدعين لهذا الفن مع قلة البضاعة. قال: انقسموا إلى كم؟ إلى حزبين. فقال: فمنهم طلبة الأخبار
هي الحزب الأول، القسم الأول. فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار، وأكثر همتهم الكتابة والجمع. هذا في زمان يرحلون رحلات كثيرة من مصر إلى مصر ومن سوق إلى سوق، لكن أكثر من تصدى لطلبة الحديث من هذا الصنف الأول يكتبون ويجمعون ويأخذون الروايات والإجازات، في أكثر ما عندهم. هكذا قال خبير الزمان ومن علماء ذلك الزمان بلا شك، قال: دون الحفظ والعلم به. التعليق هنا: لا يمكن للإنسان أن يحقق دعواه في العلم بالحديث بدون الحفظ لجملة كثيرة جدا من متون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. أما أن يحجم بعض من يدعي الحديث إلى كتب علم الرجال ويتلو على الغوائيين مما ينطلون عليه وعلى شنشنته مثلا، فيقرأ أسماء الرجال وأسماء آبائهم وكناهم، أبو فلان وفلان روى عن فلان وعن فلان وروى عنه فلان وفلان، فحينئذ يقول إنه سبحان الله محدث. ما هكذا الكون يتفكرون. أولى ما يؤهل الإنسان لأن يكون من أهل الحديث الحفظ وقوته، وأولى ما يحفظ قبل كل شيء المدس، أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بذلك كله من الآثار على تفصيل في ذلك. إذا يكتبون في زمانه، وهل نكتب؟ ما نكتب عندما شاملة برامج التاسين العقصة نجي كوا فالاني التاسي عنو ستاسي يكتبون لغتهم، يجلسون إلى العلماء ويترددون إلى أخلاقاتهم ويتلقون كاتبين، جامعين، راوين، مستجيزين إلى آخر ما هنالك، لكن نقصهم الحفظ. أما اليوم فلا جمع ولا كتابة ولا حفظ ولا العلم ولا علم محقق مع كثرة الدعاوى. فالله الله طلبة العلم أن تفروا من الدعاوى في العلم، فراركم من الأسج، لأن ذلك مهلك قاسم لظهور طلبة العلم. أتى إذا جعل أحدهم نفسه عالما بفن معين يستنكف أن يجلس إلى من هو أعلم منه طالما أنه على صوافي السن مثلا. انتبهوا لهذه الجملة. نعم، صنف عندهم اجتهاد وتفرغ للحديث، لكن الكتابة بس، الجمع بس، أما حفظوا وما علموا بهذا الحديث علم محقق، علما محقق، هذا مراده. حتى قال: وتمييز، عندنا تمييز الصحيح من السقيم، يجمعون القث والثمين، النفيس والخصيص يجمعون كل شيء، وربما يروون الموضوعات والعباطيل وما لا أصل له، طالما أنهم يتكاثرون بالروايات ويتفاخرون بالحكايات، ولذلك أصابهم ما أصابهم الذي يحكيه لنا خبير زمانه ابن حبان البصري رحمه الله تعالى. فما أولئك إخواني بأهل الحديث، ولذلك سماهم عوام المسلمين حشويا أو بالفتح حشويا. هذا هو
الصف الأول الذين يصفهم ابن حبان بأنهم تفرغوا للحديث لكن كاتبين جامعين دون أن يكونوا حفظة ولا كانوا بذلك من العلماء حقا. والحزب الآخر المتفقها الذين جعلوا جل اشتغالهم أي عظم اشتغالهم جل اشتغالهم بحفظ الآراء والجدل، والجدل هنا هو المنهي عنه، فهو ما كان مبنيا على جهل وما كان مبنيا على التمويه والشغف. وأما إذا كان الجدال بالعلم ولنصرة الحق ورد الباطل فقد أمر بذلك شرعا. ومن الأدلة على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن أولاء الصنف الفقهاء في زمانه يقول تفرغوا لجمع آراء الفقهاء وأقاويلهم واختلافاتهم واشتغلوا بالجدال المنهي عنه، خاصة في افتراض المسائل التي لم تقع أصلا، يستقلون بذلك ويجمعون ذلك وأبضوا عن حفظ السنن ومعانيها، أي أبضوا أبصارهم، أعرضوا عن السنن ولم يلتفتوا إلى السنن ليحفظوها. ولذلك ترى بعضهم أو كثيرا منهم يستدلون على بعض المسائل بالأحاديث الضعاف وبالأحاديث التي لا أصل لها أو بالأباطيل وربما الموضوعات، لأنه أعرضوا عن حفظ السنن ولم يلتفتوا إلى معانيه. قال وأبغضوا عن حفظ السنن ومعانيها وكيفية قبولها، والقبول بالفتح لا بالضم، وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم منها مع نقدهم السنن قاطبة وراء ظهورهم. إذن حكى لنا حال طلبة العلم في زمانه وقسمهم على كم؟ على قسمين، قسم طلبة الأخبار على الحديث من حيث الظاهر. ماذا الذي نقصهم؟ نقصهم حفظ الأحاديث وتمييز الصحيح من السقيم، لكنهم فقط يجمعون ويكتبون، وهذا عيب. فأهؤلاء ليسوا بأهل الحديث، أليسوا بأفضل مما يدعي الحديث في هذا الزمان؟ نعم، أليسوا بأفضل؟ هذا ما يكتب أصلا ولا جمع ولا تلقى العلم بالحديث وعلم الحديث عن العلماء، وإنما انكب على النظر في البرامج كالشاملة وجوامع الكلم وما إلى ذلك، ويخرج بين عشية وضعها محدثا. لماذا؟ لأنه قرأ شيئا من الأحاديث بأسانيدها ومتونها، حديث حديثين ثلاثة عشر أربع، فقيل له إنه محدث واغتر بذلك واغتر وقره وصف ناسلة، فعياذا بالله عياذا بالله. ثم قال صاحبكم عفو الله عنه وغفر له، وفي التخلص عما احتف طلب الحديث من آفات يساق كلام ذهبي قاله الذهبي في ترجمة أبي عبد الله سفيان الثوري، وذلك في تذكرة الحفاظ له كتاب اسمه تذكرة الحفاظ، أي الكلام الذي يصوغه هنا موجود هناك. قال ذلك وهو يترجم لمن؟ لأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
من عفات الأليف طبعا الجمع والكتابة بدون الفهم وبدون العلم المتحقق وبدون التمييز الصحيح من وكذلك سعي الدعاوى، كل هذه آفات. كيف تتخلص من ذلك؟ تعالوا كيف تتخلص من ذلك؟ تعالوا معنا إلى كلام من؟ إلى كلام الحافظ الذهبي. واضح؟ طيب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وقال أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي: سمعت سفيان حماد بن أسامة الكوفي، سمعت سفيان، سفيان من؟ الثوري، يقول: ليس طلب الحديث من عدة الموت، لكنه علة يتشاغل بها الرجل. ولو كلام آخر: ليس شيء أنفع للناس من الحديث. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ وهنا الظاهر من كلامه نص أنه يعيب من يتفرغ لطلب العلم، يعيب من يتفرغ لطلب الحديث وهو كبير واحد من المحدثين. كيف يفهم كلامه؟ لأن كلامه: ليس طلب الحديث من عدة الموت، أي من استعداد للموت، بمعنى الذي يستعد للموت وللقاء الله تبارك وتعالى لا يكون من صناعته طلب الحديث. ما مراده؟ التكاثر والتفاخر بدون العلم والعمل، التكاثر والتفاخر بجمع الروايات وطلب الإجازات والاشتغال بالحكايات والتباهي بالكتب المدونة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقصده، وسيتجلى ذلك عند قراءتنا لتعليق الذهبي، لأنهم اتفقوا أنه ما يوجد أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية. فقد جاءت جملة من ذلك، فقد جاءت جملة، فقد مضت جملة من ذلك: ما هناك شيء بعد كتاب الله عز وجل أفضل من طلب الحديث ومعرفته، لكن ليس لكل واحد، بل لمن يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. إذا فيكون لهذا الكلام توجيه آخر، إذا كل من طلب الحديث متفاخرا متكاثرا طالبا لعوالي الأحاديث، الأحاديث العالية، طالبا للفوائد الحديثية وما إلى ذلك مما يباهي بعض المحدثين بعضا، يباهي به بعض المحدثين بعضا بدون أن يعمل بما جمعه من الكثرة الكثرة من الأحاديث، فهذا ما يستعد أبدا للموت. فهذا الصنف من طلبة الحديث ما يستعد إيش؟ للقاء الله سبحانه وتعالى، إنما جعل همته كلها في التكاثر والتفاخر والتباهي بالحديث، ولذلك يجمعون تلك الدموع الغفيرة من الروايات وما إلى ذلك. ولذلك ختم فقال: لكنه أي طلب الحديث بهذه الصفة التي شرعناها علة بالكسر، ويمكن بالفتح علة،
فمن كان شانه في طلب الحديث هكذا فإنه مريض، أصابه مرض شغله وتشاغل به. وإذا قرعنا بالفتح علة فما كان إلا لاعبا، ما كان هو إلا لاعبا يلعب بدينه وبآخرته، لأنه يكثر الحجج الربانية على نفسه دون عامل بذلك، وكأنه أخذ بلعبة يتلهى بها. واضح؟ وإلا فعلم الحديث وطلبه إذا صحت النية فهو من أفضل العلوم الشرعية. واضح؟ طيب، إذن فلا بد أن يتفطن كل واحد لهذا الأمر حتى لا يدخل في آفات طلب الحديث. قلت القائل من؟ الذهبي. قلت القائل من؟ الذهبي. لا، من أنا؟ لا أستطيع أن أقول على الكلام الطيب، لا أستطيع. هذا الكلام الطيب، هذا الكلام المستطاع، كلام علم، ما أستطيع حتى الساعة. هذا كلام من؟ كلام الذهب. قلت يعلق على كلام من؟ كلام سفيان الثوري. إجازة سورة لاتيبور. جمال من ميسيا. أرى سفيان الثوري تي الحافظ الذهبي تسيرون دوري بابا جلاس اختياره تسيرون يبقى تسيرون دوري ترجمة تذكر فرد وإلا فله قلني ورينا إنه سير أعلام النبلاء بيرو رتيارة في كيقوم مقبي إما حديث يسيبا يقو إما فا إما حديث والله يسيبا بو واتي والو قادة وجوكو تعافا لتتوي وانا جوانتي ابن حبان صوت وني روايات قالوا تصفاري وني الإجازات قالوا تقولني الأسانيد المتصلة أيوه بابا عبد الموسي يقول لكم عليكم وني الأسانيد المتصلة هي من غاية وشرح الكتب الستة كلها كيزيكم أي ما يعطوني على الإجازة أني أسانيد كما فا وريس بخاري قاري أعطني متين العلم وصلبه أعطني ذلك ملح العلم أجلو غغاني بكو ما حديث بويه لكا هو ستلي بلو طلب باتنو أورو أورو كتنها أنا مين ندين دلة كيف هيك حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه ذلك أو نحو ذلك ورينا وذل جعها هو يدعي الحديث كل واحد يقول ذلك إنه متخصص إيه سيبوا اللي هو يوم زاري ساب قام ساب إيه نسيه ولا بيع رواية بالمعنى هو معنى جوا وانا من الأربعة ولا لا في هذا اجلس هالا يضعون النووية فرما لها إلا مثل ما بصفهم بيوكا لأرضعون النووية أبوات تنسي بالله لي ذلك يدوكم إن يلوميتك بي عيني المحدد يوم بخلو إبتاعت الله أراص بيان أثوريتي الحافظ الذهبي في التوكاسي كما بضاير يعيب بأطبياك أنزبا كما وادث ببادين وقال ما فهموا القيامة ومرا لكو انتو بعليه وياتو زي مجرد طلب في التكاثر والتفاخر والتباهي وفي السفاة نريا من أورك حليم الله سيكا كده لقام جكوتا وفا أني جازع أني بألاو يرون كواني وما كبسي مقصي لون ري كاكو تيزي ونقو لون ري أني أقوم تيا الإمام أحمد زويكو سيالي زوم بعضهم وليه
التوحيد، ففرق بين أولئك الكون أهل الحديث حقا وبين أهل الدعاوى. نيغي كيكو حديث لا سمبرو كي كما هو كاك كما سفاري ني او توما بي ام بال مفال كي اماي الومي دي ماني رواية المبايا 1000 لو اولي بيت ان 23000 رواية بابا جو سفيان الثوري انترو مامبا بي اي انا مكثر مقولاني باو نسل الالقيوم هكذا الكون في افكاره وخواطره. يعني بي بغار انت يكون ريسي اورا حديث نلا نيه تيجي لنا دولا لا بيا بيا لا ري لو ري جو بيا ني تي سيري لو ري جو تو ابي سيتي ابي تو تاكوتي يا تشاغل بها الرجوع. لينا ني الله هو الذهبي فقال قلت صدق والله ان طلب الحديث شيء غير الحديث. الحديث شيء وطلبه بذلك المعنى شيء اخر زائد. كونك حفظت الاربعينات مثلا وبلوغ المرام مثلا والمحرر وحفظ الصحيحين مثلا او الجمع بين الصحيحين والى اخره وقمت بما يجب عليك من العمل بما حفظت فهذا هو الحديث عينه. ففي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون فلا يعاب الاكثار من ذلك. قلنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ابي يوم في قران فاضي او ذاك الذي في كونك تطلب الحديث وتجمعه وتحفظه أوجب عليك أن تعمل به بقدر حفظك وجمعك وكتابتك له. ولذلك قال معلقا صدق والله إن طلب الحديث شيء غير الحديث. فطلب الحديث اسم عرفي أي سلاح تعرف الناس عليه. وأنا أريد أن أسافر إلى أهل العلم في الرحلة أطلب الحديث وعدنا روايات وإلى آخره. هذا أمر عرفي يتعرف الناس عليه ويجمعون الجموع الكثيرة في الأحاديث والروايات، لكن ما يلتفت أكثرهم إلى عظم الحجج الربانية عليهم أو عليهم. لأنك إذا أكثرت من العلم قويت عليك الحجة أكثر من غيرك. واضح؟ إذن ولذلك فرق بين الحديث وطلب الحديث بهذه الصورة. قال اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث. قال وكثير منها مراق إلى العلم أي وسائل يرتقي بها طالب الحديث إلى حقيقة العلم المستنبط من الحديث من فقه وعقيدة وغير ذلك. وأكثرها أمور يشغف بها المحدث أي يكون حبا في شغف قلبه يملأه حبا بذلك شغفا. وأكثرها أكثر تلك الأمور العرفية التي أطلقت بأخرى على طلب الحديث خلاف لما كان عند السابقين. واضح؟ كل ذلك قال أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة. تريد أن تجمع النسخ في صحيح البخاري في مسلم في السنن النسخ المليحة الجميلة وتطلب إلى عالي يهاجل أن يرحل إلى العلماء قاصدا علو الإسناد وتكثير الشيوخ. واضح؟ والفرع بالألقاب وهنا مصيبة الدعاوى. أنا محدث، أنا حاكم، أنا كذا وكذا. كل هذه الأمور عبر عنها الذهبي
بأنها أمور زائدة على حقيقة الحديث الذي تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النبي حرفا حرفا، حديثا حديثا، مسألة مسألة. إذا فينبغي على من شغفه حب الحديث أن يكرس جهوده على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فقهه، ثم القيام بالعمل بما أوجبه ما علم. أما مجرد طلب العوالي ومعرفة النسخ وجمع ذلك والرغبة في لقاء المشايخ، فإذا رجع إلى بلده بدأ يفاخر ويباهي بأننا جلسنا أمام جمهر غفيرة من العلماء، فأنتم خرجتم من بلادكم. نعم، من المفاخر والمناقب لطلبة العلم أن يكونوا من كثير المشايخ والعلماء، لكن ما يفتخر بها كونك أكثرت من لقاء العلماء والمشايخ واستفدت منهم، لا ينفعك إذا لم تكن مثلهم في العلم والعمل بالعلم. كم رجال تعلموا على يد الأهمة في عصرنا كابن باز وابن عثيمين والألباني ومقبل، في آخرين انحرفوا بعدهم وتركوا محجتهم التي ساروا عليها. إذن انتم صحيح ولا تكلم عنها. أوكي، عجبي ليس طلب الحديث من عدة الموت، لكنه علة يتشغل بها الرجل. تفسير الأدواني مي الذهبي. وهكذا ينبغي التعامل مع بعض الآثار الواردة عن السلف في ظواهرها العيب على طلب الحديث والاهتمام به. واضح؟ يتوقع لك يتبايا مجرد قواديث، لا، وحديث دادا أسيها لاري وهان مواري نور تنبو وهان سيري وياتو ناوية ونقصنا لاروك وما مقو في يوية قرمو بيديا ونبيديا ونيوا أريد أقول دي لدي بيكوي إذا كنت أقول بيديا أقوى وعليك وانا وعدي لفا بيبامي أوسي ما دي لفاينا كما كنت أقول لهم إبان لهم والله ما أكذا علماء الحديث في القديم ولا في الحديث يقول أبا البان كنت لبان أقول بيدي أما كي أبا البان يسيان يتين أسيكو بلوما حديث ممل ثق ممل الجدل كي أن قوة جدل ثم شريام ممل مع سلامة في اللغة العربية رحمه الله تعالى من إمام خادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محدث أبى أن يقال في إنه محدث. أبيك بقى والبايك بقى عن محدث لي هذا بظلم لي لا مواجع أنا كسي محدث لي والله كيسي عن وقوة كيسي كي قدمي فيه بنا واجع أو لكاريسي تطالنا لجو بكي واقع محدث ni wazo je ji ka eh o ji ka 40 kin bo o ni kadisi 2000 odo ti mi ko je mahaddi odo ro an yoyi hatta walau qurta amami mathalan al ahadith kam kila 2000 o kadis 2000 bidhalika tasiru bi mutuniha wa asanidiha la aqulu innaka muhaddith abada. O ti e ton le ka pelu en to ton le ka lo o ka disi 2000 mo fara pe nbo pele pele gba mi o ka disi 2000 o wa ka bi asanidiha
ومتونها عدا أو تنقي أو نهوى أو كما قال أوكا هي هي كما هي مروية في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد وغير ذلك. أما تمن تقولي إن جم حديثه ونيدا ولايلاي وني وأنت ما تقول الحمد لله إنه طالب الحديث. أريد أن أقول إجادة المترا كوا كورام فاسيتوا كف كورام فاسيتوا نينو أن تيو بين يقول جدوجين دابو تيو ما يقول محدث لا وجوه تيو وجوه مراريو وني برودوا شيخ أهل التكفير أي بقيت حق طبعا برا جماعة أنا دوب بعد ما تيجي تمان كوا المحدث سلا وجوه والله العظيم أبارما ودا بلو لي كامي واي منن ولا 40 ناويه ما بقى له مسين كوكو غدا غدا او جو ير وان ري ما فيكا مي واجي واري ما في سي بي تي حديث النبي محمد ان هذا الشان شان من لا شان له الا هذا الشان من طلب الحديث افلس اهو افا won moju to hadith de bi pe elomi o sise oju o para possible ni kabni kathirin wa sayatina dhalika fi tarjamati dha'il oju dha'il para bogbe ni awoju awoju o sise ju dada ojure ai pada won so yi ina yi goni won fi nkatira ina da won gbadun won fi nkatira awo je fi nkatira nti mama awo fi ka fonu ni ونوني أتبع بلو. إذن أنصي لي أفجي الذي إجاب بوجونا تلالا فيا قد أكجبه وجاء كما قد تفسير أم إجاب بوجونا وهذا إبداعت لني والفرح بالألقاب والثناء يرد مالو منكم وفيه ما شاء الله وفلان ولقيا فلان وفلان على وجه الفايو قال هو قال يا وفا باي شيخ باي شيخ باي قال هو تني واسا واجه او يانا مي تو في سال بيلي وني كو شيخ كان تزكيا اقول لكم التزكيا تبودي كي سي ربا وصلى في من لما يا دور تزكيا هل مي ني كان كان فون وني كو غدو بالي سو لي افا بي وفا بي شيخ كان ني لو كان ما تلا با يغدو با حالي سو كان زي مفاري فون وني جوي سو يا مي لو لي سسور بي يا كتي كان غدو مفهوم وبنتو حفن قدما صفا وفضلا نبي احاديث 50,000 مذكر ونوا في ما كيس مخابر لاص مذكر جوجو جوكا كيلو هم باب الصلاه يزيد عليه كيلو هم باب الزكاه يزيد عليه كيلو هم باب الصوم يزيد عليه كيلو هم باب الحج يزيد عليه وقبل ذلك في باب الايمان والابواب واوكا هذا انت بلاد وجه انت قال انت ملو اذا كيسي ما سيليرو يا اتاري اجا نكوني ها كيسي رو الله ودي ام بيالله مبارك الله سبحانه وتعالى ان يؤهلنا جميعا لذلك ترى يعني لو تقول لو جوه حديث ما هو ولا اللي كان في مورين ستة موسى سكون سينو ولو في فون ولو كان يرد àwọn asukun fitin na ti kọ pẹ pọ ọlọrun àwọn abẹrẹ sí ma ṣe rọdù fún wa pẹlú ma hadith àwọn kí o jẹ nínú àgbègbè wọn lọlá fi àgbègbè àwọn fún ọ bẹẹ àti ma ṣe àlàyé ni ẹ ma hadith gẹgẹ láti fi ṣàlàyé n ma ṣe jẹ dáa bí o sì lẹyìn o allahumma sta'an wa alayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim قال وتمني العمر الطويل ليروي يتم عيد من تداقو وتمني العمر الطويل ليروي يلوي ما ليرو بك يمي ما بون قبل ما قيادي سمي ودن فيا قوم لا ليس كان بون يو لو ما حديث ما في بني على رجال اما قول قول كان ولا قول او تي وا دوجو او دي منا با ما دي نو حديث يزيد لي ان الله وما داك سيناشوري والا اكو ما
ẹni tó ma bí hadisi lágbára tó láti dákẹ́ rẹ̀ kó kà máa kà á kó máa kà á fún rẹ̀ máa kà á fún ọmọ rẹ̀ máa kà á fún ìyàwó rẹ̀ àmọ́ àyìn yẹtẹ̀ àìlẹ̀ àwọn yẹtẹ̀ tó wà lálẹ́ ha lẹ́l fẹ́ni ṣọ́ọ̀bà fẹ́ni wọ̀kẹ́ fẹ́ni sẹfẹ́yàdé fẹ́ni hamadé fẹ́ni albukhari ẹ lọ ka tarjama wọn ẹ lọ ka ma tarọ́jìmọ̀ wọn kì í sì kéré. إذن قال وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية أمرار ويؤمنا لا الأعمال ربانية هذا هو سيبقوا وزي ذاتي كل ذلك لقب مسنو أرى سفيان الثوري السائر ليس طلب الحديث من عدة الموت لكنه علة أو علة يتشاور بها قال فإذا كان طلبك الحديث النبوية محفوفا أي محاطا بهذه الآفات أو آفة من المنكة جالف مواقع الشغف تحصيل النسخ لتحصيل النسخ وتطلب العين كثير السيوف الفربي إلى القاب والثناء وتمني العمر الطويل ليروي وحبي التفرد إلى أمور عديدة لازم للأمراض النفسانية لا الأعمال الربانية من مصرين وزين توزي الصورة بعدي ثمان مصرين سألين انت اللي بيفهم بيجا كوني ما بقول وقلت بقول بابو ema sinna maru yoro al karo e pare al karo bis awa bisi musiba fora al karo bis kullu yatakallam wa yatafawwa kelu de ko tawe ni ana ba kon ka Allah ni kana lora ri bai le sin ko ni hadith an nabi muhammad صلى الله عليه وسلم أروري الكرابيسي يجوك شرف أصحاب الحديث نيوسي جاري الخطيب البغدادي نيوسي مدي بفراري تعرف ماذا بني أصحاب الحديث إن جاء الكرابيسي منه نقبع أبا أبي لا صعو إن بنا جرى شرف أصحاب الحديث أمور فقنبا مجيكي أبو يسا جاسي جاري جاسي جاري ayo kama fi masubun mo si mari mesu o ma je bi ta ti be keko en ji ma san fani yo san fani me bo an yarda fulan muzja al bid'ah fi ish fi ish fi ilm al hadith wa ila rabbina al mustaka wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim قال فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص حديث ذلك يقال بقولين ما تيوزل آيان القرآن هو فقه هو ولو أكو بروبلم وباي سينو ذلك أمي في مصابوية حديث مبسي على حديث لهم أنا قلت حديث وابي الإخلاص هو يموني وابي حديث ما جاءه في هذا في ما يسني يسني في زور فاري هذا في إياه لقي إن جن جم جعا إن دوني جن بي أو إن جن طالع الحديث أو في كندو بيا جزني جن أو نصو أو بارو كيزو هنا أبو أصول في آه إن جن طالع الحديث باو إميلا وجا أو ملا وجا أو لبين إميلا مدينة لا لا قال وإذا كان علم الآثار مدخولا أي عيش دخل فيه ما ليس فيه إما تجبي قال رسول الله قال الصحابي الفلان وآكذا إذا دخل عليه ما ليس فيه وسمي به وتسمى به إن كتير سنة وبي إما قال الله قال رسول الله تجبي قال فما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة الأوائل أي الفلسفة
يقصد بحكمة الأوائل الفلسفة التي تصلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم تكن والله إما وطافك طافك بين أقوى ما وطافك بين يبزي ما عريس والله دقوتي بزي أيوان وكنا ورانا لسوم الخطيب لذلك ما قمت يقوم من دون زور طبعا ليس طلب الحليب من اعتهاد عدة الموت لكنه علة يتفاعل بها ati ima hadith ba ko belo mi din duku ba de yuju nin dale fawiya endo ruma yan lawon ido ti yawo yan tele yo tun salaf kana tun so pe yen le ma ju ko to mi dia salaf na ma an tele mi dia ga kiri ah to ma je pe ima hadith le yan claim ko ma ni wala ifi dinu semi aye ni to fi ko belo mi fa ma dhannuka bi ilm al mantiq to ma je bi lo ji bi ni yesin ko wal jadal وحكمة الأخوة يقول جلوري دي فلسفة بيجاد من الفلسفة أي بلاد الفلسفة الحمد لله على السلامة والعافية أي علمي يتكلم ويدعي أنه يتكلم بلسان أهل الحديث لكنه تلميذ أرسطليس هو تلميذ أرسطو من عيف الفكرة والعرض والمناقشة لكنه يتطفل على كلام السلف من أهل الحديث ويقول قال سفيان وقال حماد وقال البخاري لكن الفكرة الموجودة عنده فلسفية بحتة ولذلك يا مريم علمي مضبوع أنزل إمام مالك مزوك الله مسواك ولا بلي اللهم سواء بلا بلا كما سواء لا وجوي بنا باتي وني تني فاري تني فاتي تيوبا تيقوي مي أبدا وني سواء لقوي يروا فاوني هاي باتو العالم لما يامي تنتو كتو هاي باتو العالم بقوا أفاس لفني وما في روي هذا الشافي جو يقوي وما هاي باتلي بقوا سجو كتي كم دولو إمام شافي تنفي لو كم وقو إمام مالك سمجاري ohun ma gba eyan gbọdọ mu ma yi bi awa to se ma lo ta ma pataki re o ma ya kan ni so ni le bo ayi na ti won ro imam malik o da won to ko rin kan be imam malik na wa fa ti je pe bi o fa ji ya na o kalam bi ala na o kalam bi ma ri ka yo re si bi imam to je pe jaye jaye something like that wale ma bi ni ke sala ma mali gulu wa daw kuma wona ya ma hakaza turadu al-ibil ke se ti won gba lero pelu si san salaf ni haibatul ulama tani wa wa jan afa tu afa so to ma ni ko ti o ni won ni bi o so ro na ko ka hadith wa fa dhahari liman ant نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مصوش طبعا في 40 أو في 40 أريد أن أتواقب بهم ويعجبوا وعك بلوغ المرض ويعجبوا وعك المحرم تبعتم ونو سنن أبي داود يودك موارد إن تبعوا لك الورون كان هيبان ti ma mu awon ti won je talabatul hadith ti won lalafia ni wa jama fala hadith o kiroro ni mo si melo fa nasallallahu salaam wa al'af wa al'afiya qal uni allati lam takun wallahi min ilmi sahaba wala tabi'in wala min ilmi al-awza'i wa nahnu fi dawrati al-imam al-awza'i aw ke zo ko da ko nani ina won ti won da ko تمو سي شارو ابو الصحابه والتابعين والعزائي من تابع التابعين ولا من علم العزائي والثوري ومالك وابي حنيفه وابن ابي ذهب وشعبه ولا والله عرف ابو المبارك كل سعوكم لا سعوكم سواء وطبقوزه ولا ابو يوسف القائل من ابو يوسف وسياتينا كلامه ان شاء الله تعالى
في العقر الثاني عند شرف أصحاب الحديث أبو يوسف صاحب أبي علي يعقوب ابن إبراهيم الكوفي القاضي رحمه الله تعالى oni wala ko si yuma ta fi daru dule awon yo ma damu oni ma dudu bi awon salaf se ma ba won bi dia lo mo bugo wa fopo bi se fopo lo le yo bayi ta pa ya ko tu fopo ju be lo ama ta ma ta ma fe koko hadith annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pa pa mo se ye kin ke ko re an ni re ti bushra fun won wa min al ajaib al gharaib wọ́n sọ̀rọ̀ kan láàrin wọn ní wá pẹ̀lú kíní wa kò dùn mímọ̀ sí ní wá ìlọrin lèmọ́dà kọ́ntìdà ọmọdéyàn tán àìlà àfihìsínẹ̀ ìlẹ̀ أما تقول لك أنه يبقى تخصص في حديث رسول الله أقواله أفعاله تقريراته لماذا نقص؟ إلون إلي واجد بسوى الله إذا لأنت أبي فوز ديكري لوسي أبي سيكون ديكري لوسي أبي دكتور عطية لميز يقول أولي ما جاديو بونا سيكي يجوكا كيري lọ́pọ̀rẹ̀ kọpílẹ́sì ọ̀tí ṣe hàn òun ni pé lọ́dọ̀ ara lọ lọ́pọ̀ sí àwọn ẹ̀wọ́n sí sí ìrùn ju kìnní kan àdéhùn ní aládìsí bọ́lọ́ tí wọ́n jáde jù ẹ̀dá mi lóhùn ẹ sọ̀rọ̀ ẹ wí ọ̀rọ̀ ìdá abùkátà tó sí láàrin ọ̀ ṣé mi dẹ̀ rántí fẹ̀yẹ̀ kan kọlá nánà ẹ̀kọ́ ràn Allah Abu Musa. Allah Abu Musa. Awon dawuju. Allah. Ki bonu. Mo se ri yen o kama tan awaje. Mo gbe ise nbe lo mo wa. O da ba se gbe doro to al-Imam al-Auza'i al-Ilmiyya. Ana lo wa wala si bon bi awon ayo mo se se ro mo. Qal wala wallahi arafa ibn al-Mubarak wala Abu Yusuf al-Qa'id بالكلام فزندقا وقوله بالكلام قال العلماء المراد بالكلام المنهي عنه هو الكلام الخبيث حفله الخطيب البغدادي في بعض تبييباته في شرف أصحاب الحديث أو الكلام الباطل المخالف للشر والعقل حفله ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ما يقصد بذلك جنس الكلام الكلام الباطل المخالف للشرع والعقل يرون من قوام معتزلة أتواتوا بي تيوان دقوان دقوان طبعا عشائرة في دقوان أتي سلليني من المتكلمين في الدين باسم العلم باسم التفسير باسم الحديث تيكي سمات علماء الكلام العربي كلام طويل جدل صفصطائي عشوائي في رد الحق الواضح الأبلج وتقرير الباطل الواضح الدجاج ايوا الكلام سيمبوكاتا اري ردا ابوي ردا استدلال لا لا فيادا وهذا من جنس الكلام ولو تكلم اكثر من تكلم في هذا الزمان امام السلف لعدوهم من علماء الكلام من المتكلم توقع يا عمتي ما جمع الله صلى الله عليه وسلم جزور بي سيو سلا حديث نوازي تفسير لوزي زور أقاري ورافق بلوزا بي أقوى معتزلا لوجه نعم هذا هو المراد به هذا الكلام إذا من طلب الدين بالكلام أي تزندق صار زنديقا والزنديق هو الشاب الملحد الضال ويطلق على المنافق في عرف الفقهاء الزنديق هو الشاب الضال المنكر الملحد أي لدين الله وأحكامه ويطلق على المنافق
في عرف الفقهاء ولذلك قال القاضي أبو يوسف الكوفي صاحب أبي حنيفة من طلب الدين بالكلام تزعل قال ولا وكيع ولا عرفه وكيع ولا ابن مهدي ولا ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو ثور والمزني والبخاري والأخرم ومسلم والنسائي وابن خزيمة ابن صريط وابن المنذر وامثاله يوم ما تعطوا مالك ورا ربك قام محفوظات جري بل كانت علومهم القرآن والحديث والنحو وشبه ذلك عن حديث هل من كلمة حديث هما حديث هو جوكو عم بيلبي قرآن وهذا بعلوم الله المذكورين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بمختلف طبقاتهم هو ماذا؟ هي ماذا؟ القرآن والحديث والنحو. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما نسب إليه وصح عنه شعر كل العلوم سوى القرآن ما شغلتم أتلمي كل العلوم سوى القرآن ما شغلتم إلا الحديث وإلا الفقه في الدين إلا الحديث وإلا الفقه في الدين الحديث وعلم الفقه في الدين إلا الحديث وعلم الفقه في الدين رددوا العلم أكعتك كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وما كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين إلا الحديث وعلم الفقه في الدين وعلم الفقه إضافة فاتي عليك بتوالى علم الفقه في الدين رواية من تكاين إلا الحديث وإلا الفقه طيب في علم والرواية لك إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وما سوى
ninu kati ma nfa ta wa fa min na wa gba fa bi sa'id ibn musayyib wa jamaa ti o isbe soro ni pa tafsir ni illa tamari athar bi hadathana fulan wa fulan lo je pe aqwaluhum al mufassira li ayati kitabillah bi ara'ihim al ijtihadiyya qalilan خلافا لغيرهم ممن تفرقوا وتصدوا لتفسير القرآن بالرأي المحمود طبعا لأن العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وما سوى ذاك وسواس جاءنا ترى صالح من المتأخرين تجلس الصلاة تأتي اليوم منسوبة إلى الإمام الشافعي من البداية والنهاية لابن كثير كذا بدي وانو الإمام الشافعي دو عمل الخورج ينبغى أن يجوا كم لوري إن شاء الله تعالى بعد قد لا يتوب جمعة أنتو قد أوين الإمام الشافعي هو يسمي جو هو يسمي وان أما كقوم الله دوا أيما يونيتي ودوا الإمام الشافعي به ومن ذلك ننوي أوني فكيها وسوء فيها فكن ليس واحدا وعلم الله إياك أنصح وذلك خاص لم يذق الموت قرا وعاد جهول كيف ذو الجهل الإمام الشافعي يقول وعندي بحث طويل في ذلك الإمام الشافعي يقول قد تقول على الإمام الشافعي يقول الإمام الشافعي سيما المناقب والشافعية تبين سورة نقبع بك وعن صوفي تبين تكبيس إبليس تبين سورة بك نقبع عن صوفي أتعان شرع لي طبعاً هو الإمام الشافعي كيف هو دي كيف تبين رأي بي نبون مستلع هو الإمام الشافعي يسي الله هو أموني تي لأن المناقب والشافعي للبيهق أوري جملة غير قليل أوري كل جملة تبي أمام نسين دا أما لبلبي بلسانة نحن يزور لبي يوسف إليه ويوسف ولا كين يمين بكتي وان اللي تقول كوي ما نعرف مستقيم تقول بكون زاف بقول لي على يوسف إليه لكن يصح معنى ويجب من عيث الدراسة الإسنادية على ماذا بعد تريس بنا وترى تلفيري كوكا تريس المناقب الشافعي للبيهقي رحمه الله تعالى إذن إمام أهل الحديث القرآن والحديث والفقه والنحو سيد الإمام أي ما يعوان حكايات نقوى بي أعلقنا ونجري يزيد لنا لا دام فعل ذلك. هنا ما تني نو بثمان سورة أدب وطول في الحديث. إن بينه لوري باوليس لوري بيبي لذري تبع كيس يو كوبا أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفسير لسلامي تحريم. عليكم السلام. إذن إمام أصحاب الحديث قال. نعم وقال سفيان أيضا فيما سمعه من الكريام ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صح النية فيه تعقيبا على ما تقدم كما في السبب ليس طلب الحديث من عدة الموت ولا تنام إلا تشعر مراده هناك غير مراده هنا إذا فيجمع بين هذا وهذا تعرفينيس يقول كيف توجيه تلوه يجمع توكا ما يتمو لمات وما تعرف عليه مقدمة وني آخر ما نقلت من كلام الذهبي حيث قول صحيحكم عفو الله عنه ولما تكلم الذهبي عن زغل العلم بفتح الغين وبتسكينها إن شاء الله زغل بمعنى الغش والخداع والخلط ولما تكلم الذهبي
عن زغل العلم عند المحدثين اصوا نو نو على دي بدوسو هي ينو ترى ركانتيا قول لو وانت ممد وني زغل العلم problem ولا ما ني قران ني ممد problem ولا ما لدي سن ممد او ني نو وان تي كان نو تي وان اتي بي بي لو وقبله تلبيس ابليس يا صغلو قزلو ري بيكو با او اسنا با يوي علام الحوضات في القتال جاكي بوكاتا سي kiyan ma won to ni akiyesi me to da won ni ma to ba ti kan to be daru ma lo wa illa tira na wa nafis amola wa akiyesi ko ko ma min mukthirin illa wa law hannas kana min al mukthirin fi ta'lif rahimahu allah wa afa an ama jani bu ka soro nipa aye to won ma law fi ya we yan ibnu jawsi atala al nafas fi dhalik wa anfaq al nafis رحمه الله تعالى وعفا عنه بلون داي توبيك هنا ني زابولو العلم هو كان ماني ودور ني توجي ديسكوس يرو تو ان برو دون على دي وصو ان تو داتا ييتيم واشار الفضل جماعه من خيار اهل الحديث من لدن عصر الصحابه وخطا الله اكبر بس داكو جماعه ني هنا الاوزاي الى اخر انت داكو من اخره لا ابو ثور لا ابن المنذر ابن المنذر اخر تدقم بوزن دا قونا بني الى انتهى الى طبقه ابن خزيمه وسكت قال حين ابن وخلائق مما وخلائق مما ابن وخلائق ابو كسر ممن وخلائق لانه غير مصرف أبي بس هو معتوف لوري أو تيم بكسر أبوه وخلائق ممن كان في الزمن الواحد منهم ألوف من الحفاظ ونقلت العلم الشريف قال ثم تناقص هذا الشأن ما شأن الحديث في المئة الرابعة بالنسبة إلى المئة الثالثة ولم يزل ينقص إلى اليوم لا يزال يعطون نسبة ديكو توفي داسكونا هو الذهب ولا هاني على دي تكلم في سيري ani bo hadisi 2000 se o wa ka lodo temi bi asani di ha wa mutuniya e ma zaba alhamdulillah e tinje talibul hadisi di e di o na'am thumma tanaqus hadha ash-sha'n fi al-mi'at ar-rabi'a bi-nisbah ila al-mi'at ath-thalitha yakuma tu qul al-mi'at ath-thalitha akthar min al-mi'at ar-rabi'a bi ma se n wale si ba se n jina sasi wa nabi si ni mo se ma diku ba ma se wa fe pada si bi ma salaf si ni ma wo si ma lala fe jọra lo walam yazal yanqus ila al-yawm fa afdalu man fi waqtina al-yawm min al-muhaddithin ala qillatihim nadhir sighar man kana fi dhalika az-zaman ala kathratihim subhanallah kabir wahid fi zaman الذهبي صغير واحد في زمان السلف كلا هو صغير في تابع جنبي على دي نيو تبع كيبة أو ما نو بس قاتني أفيوير تو جابوا لو عندنا لا يا ما تون تانسو نميا تيونسوي الأولى الثانية الثالثة الرابعة إذا يبقى بيميا الأولى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وزاف بيميا شوف هذا زمن من زمن صايب المكيضه تبو عكا اما تو ابي دا كما واه اميران تي قاعد ابو تلو ما تي قاعد يدبا وين لي تو على دي هو دا قاري بي ادي منا واه قال وكم من رجال مشهور بالفقه والراي في اما تبو ميو افو بيكو مي بيتل مي دونو جلا دي سلو بيسو ما يو ني بي ادي النبي كاتيو تو تتخصص وكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين ونحن المتأخرون وهو من المتأخرين شوف هذا الفرق وكم من رجل من متكلم القدماء أهل الكلام أعرف بالأثر من سنيات زماننا هذا زمان من؟ زمان الذهبي صاحب ميزان الاعتدال
صاحب سير علاء النبلاء ترى توكل اسبوع عيري بقى. يكون هذا الكلام في ذلك الزمان بما رأيت فاطمة من الضيان ولا ذاكي معتزلة لأنه معتزل بيا بيا جان بيا كذا ذاك متكلم أي جو أبتا أنه حديث جو عون سناس موائلو وهذا كلام الذهبي أجل بقى وجه من تالي في كمبيات وعوام من بابا زيدا وري إنترنت زيرو كلو يكوي أخ بارو مسلم أزني من سير على من ولا بمه لا يجمع بين توان قالوا قال فما أدركنا من أصحاب الحديث إلا طائفة إلا طائفة قليلة جدا قال كقاضي ديار مصر وعالمها تقي الدين ابن دقيق العيني شيخه الذي اختصر كتابه الاقتراح في الموقظة عفارة توزيك تزور وترى عليه في الموقظة يقول الموقظة المختصر لجب بين الاقتراح على الصحيح عجب فيكون مختصر المقدمة لابن صحيح فيكون مختصر المقدمة لابن صحيح واضح؟ نعم أم بغابر علاقه كيف يقول أقول ثم قال والحافل الحجة شرف الدين الدمياطي والحافل جمال الدين ابن الظاهري والشيخ ذهاب الدين بفرح ونحوهم نحن تيوري بنان المزي ينقص في ابن الإخوة القلة القليل من أهل الحديث المتحققين بالحديث وعلومه ومعرفة رجاله وأسانيده وما إلى ذلك من فنون الحديث المتشعبة أو المتشعبة في قليل ولعل ننكف في هذا ونواصل السير إن شاء الله تعالى غدا وقد بشرتكم بأنني سأبيت هنا إن شاء الله غدا فستكون هناك ساعات أضافية نكمل في ذلك إن شاء الله تعالى ما تبقى معنا من المقدمة وندخل في شرع الكتاب إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك الله وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. أما الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمه خلاصه هنا يبدو أن أدعياء علم الحديث في هذا الزمان ما راجعوا كتب المحدثين القدامى لأن كتبهم ترد عليهم ردا لاذعا أواتيون قراوانين تيون تو طبعا كثيرا وافاين سوا يتوجع وافاتي وهو لوجون علم الحديث هاري بيهم باهم بواراهم aja si pa kolopo won na won na ju to tira se nje toro mi o ti e ko wa ka nu tira won ka sugbon tira awon to ja si ka ni mutakhirun patapata to ja si pa won le na mun arifun ni won awon wa visit pa ni bunu guda se ga mi si pe ah fa ma sha Allah ale ye lo visit ati be lo to bari bana ni pe ta na ba won jo so fun wa yi ora imam az-zahabi ni ati awon ta'liqat se gini to ba to tele ni a ri pa won fi san fun yes bo ya in to ye oni ka lu ko na ni ka ha ka se gini ka ri pe aha ta ba ha awon na ri pa won fun tin bembe o kere a ja gbe oju ka re ba se gini ka ri pe aha e ri ke muqaddima yi ka se nuna قدك ما قتيرا الموقظة مقدمة لكفر رأينا كافية شافية أتي ما هذا الطريق فيك تي ما في قوم حديثه أيورا من جسا من يمن بي أنا ما يبقى إنشو باري جسا بي بوشي تو أتي بوشي يه تو با ونو ما ينا أكبر صنو أتي كنو أكبر صنو يوانجو كو يواجي بي كالا فسانو
ẹni tó bá mọ̀ nípa nǹkan ẹni tó bá kọ́ nǹkan ẹni tó bá súnmọ́ àwọn tí wọ́n kọ́ nǹkan ẹni tó bá kàtí ra àwọn tí wọ́n kọ́ nǹkan yẹn òun ni kí yẹn gbàmù lọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn èèyàn ariwo pọ̀ láwùjọ sọ̀yáàd ọ̀jáfáàd bọ̀jáàd ọ̀pọ̀ láwùjọ. Àmì Allah subhanahu wa ta'ala kò fọ́nà ẹ̀ ló náà fẹ́ ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa ẹ lè jẹ́ kí a ní àlẹ́ kábàárù ṣẹlẹ̀ẹ́dì fún ìmọ̀ hadithu yìí. Àwùjọ tẹ́ bá ti rí pé nǹkan láwùjọ lára nǹkan tí ń fa wàhálà láwùjọ náà ni pé àwọn èèyàn ń sáṣá bẹ́ ìmọ̀ hadith láti fẹ́ da ojú hadith bolẹ̀ èyí ni wọ́n sì gbìyànjú ẹ̀kọ́ ìmọ̀ hadith yẹn kẹ̀kẹ́. Ẹ jẹ́ tìmí èyí ni wọ́n ní àlẹ́ kábàárù ṣẹlẹ̀ẹ́dì ní tọ́lẹ̀bẹ̀ ilmi hadith ṣe jẹ́ tìmí sí linú sọ́ọ̀ ti hàdà tíì afẹ́fẹ́ náà ìṣòro ni torí bá àwọn wọ̀nyí náà hẹ́rì wípé ìgbà mí náà máa ń wà ẹni tí ó kọ́ máa nítorí rárá àti ẹni tó kọ́ ó wà kọ́ aláhẹ́rì ẹ̀lmẹ́hájì ẹ̀lmùsítẹ́kì ẹ̀sẹ̀wíṣì tẹ bá lẹ́ẹ̀fẹ́ jọ pàdé papọ̀ àpadà láyé mọ́lẹ̀. Èyí tó yẹ kó wá èyí tó yà sí pé kò níwájú lọ́nà àwọn afáàlá nìkún ni ṣùgbọ́n wà tí wọn náà máa ń pa rẹ̀ tó o bá ti wá já sí pé nǹkan yòókì ń ṣe fìdí ẹ ìwọ náà má bá ṣe nìkọ́ṣù ẹni tó já sí pé òun rin ojú ọ̀nà yẹn ṣùgbọ́n bí torí kan ti ń bìtà ìyá. Kó má já sí pé wọn náà padà jẹ́ okùnfà kóbá fún kí ni o fẹsẹ̀. Ṣé ń kẹ́ tọ́lú yẹn tó bá rí mi náà ní pé ìmọ̀ ẹ̀yẹ kú ẹ̀wọ̀n lápòjúwe oníbídìí àná ẹni tó fẹ́ náà kọ́ṣù oníbídìí àná gbọ́dọ̀ jẹ́ onímọ̀ táwọn bá wọn ṣe fẹ́ ṣe kọ́ṣù àwọn ṣùgbọ́n àti ẹ̀kọ́ mbẹ́ wọ́n tó bá kí n ṣe onímọ̀ tó bá ṣe oògùn fẹ́ lọ bá oníbídìí à wọ́n fẹ́ náà kọ́ṣù rẹ̀ ó kọ́ di pé ní ọ̀la ni wà á wà lára àwọn àmúmùlẹ́yìn ta ni oníbídìí à tó bá rí mẹ́lẹ̀ ní pé àwọn ìmọ̀ ẹ ṣe àfarabalẹ̀ ká lè gbó ká fara gbolẹ̀ fún pàápàá jùlọ ìmọ̀ hadithi yìí ẹ jẹ́ pé ní kálukú wa náà ní lọ́kàn yìí pé kíní mo fẹ́ kọ́ mo fẹ́ mọ̀ èmi náà fẹ́ fi ṣe dìfẹ́ǹsì fún kíni fún súnà àwọn tó bá ń gbé ṣùgbọ́n á tún wa ṣùgbọ́n á tún àdìsí ìyà lápẹjúwe èmi náà ṣe kíni èmi náà máa mú tẹ̀wọ̀dì á tún ẹ̀mí ìyà fún wa ṣẹkẹ́tì mi ti sàlẹ̀ fi yá súnni ìyà ẹ ṣe àgbìyànjú àwọn tí wọn yẹn pé sí wọn dárúkọ tíra báyìí tíra báyìí tíra báyìí tíra báyìí ẹni pé ìjẹ tọ́lùmọ̀ ẹ̀mí iṣẹ́ kékeré kọ́ sẹkẹt mísì mọ̀nbálẹ̀ máa ilmọ̀ àyè aflas kí ẹ tó bá aflas. Ẹ ojú tó ṣì jẹ́ alifakir ṣaharu rọ̀dínà kẹsìmà tí a lè jà báyìí fínà rárá ìlú wà lélẹ̀ tó bá mi máa lò rárá. Bùkátà sí ni pé ọlọ́wọ́ bàtà tó yá sí kí n tó fi ṣe bàtà yẹn náà ní ìrìn wà á ní ẹsẹ̀ abẹ́sẹ̀ kí ni afẹ́ ẹgbẹ́ àti ẹgbẹ́ ni ṣẹ̀kẹ̀ wà á dààmú ọgbọ́n tí wọ́n ń sọ yìí náà ẹgbọ̀rún kó bóyá bìrọ̀ àti ìdí sí mi ní kí wọ́n kọ̀ tí wọ́n kọ̀ lájú wọ́n kọ̀ tí mọ́ṣáàlá tí ra dábí mọ́ṣáàlá kọ̀ tí mẹ́gbàgbẹ́ wọ́dù àhà yà fàràgbọ́n fún wọn wàá dààmú fún ma wàá dẹ̀ mọ̀tíra àwọn afá níṣẹ́ wọ́sí ọ̀rọ̀ oṣù tó fẹ́kẹ̀ lápẹ̀jọ́wé àwọn yà máa kọ́ àlàtọ̀ ní kọ́tìn mọ̀tẹ́dà sẹ́wọ́bẹ́ lọ́bíjà sí kí wọ́n gbé kalẹ̀ wípé oṣù lónìí fíkì iná yẹn máa ń kọ́ alẹ́mì nìhánṣí ẹnubúwa wọ́n á dùn wọn aṣọ ìbọ̀kú wọn náà padà ṣe kí ni ó padà wọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ẹ wò mọ àríṣù náà ṣé kò tí máa wọ àwọn àdáyà ẹlẹ́mì ẹ̀rí bọ̀tí kí ló wọ́n fà gbọ́tọ́ rí pé ẹni wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n náà tó fi bẹ́ẹ̀ bí kàbáàmì fún ìmọ̀ yìí ju àwọn tó wà ní ìlúgbò ní ìlú ìlọrin àwọn náà ti wò gbà náà lẹ́yìn wa kò sẹ́nu mímà ìdánwò gbé dání zibalat ṣé ń gẹ́ ti mí sìn ó ti wá kàwọn kí ni ó gbà náà alhamdulilayi mọ̀lá gbé dání. Wọ́n tí wọ́n náà bá kọ́ mọ̀
oni si yato laarin al-ghafu was-sakin wat-tayyib wal-khabith wal-fidda wal-qidda hanu ko rubyo ju ka komesh ka fula siko wa ka de joku ti awon to ni ma pare to won je oni sunna san go ibo ambe Allah subhanahu wa ta'ala kuma wasalin kun mashayikhu wa ulil amri ambe Allah subhanahu wa ta'ala kuma wasabbata wal haqq alladhi hadahu ilay awan bi Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanabi dori dada awan bi Allah subhanahu wa ta'ala kala lu woni sababi lati shinashu al-ilm اللهم استعمله ولا تستبدله امين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك